السلام عليكم اصدقاء عشاق الدرجة النارية. من هنا غادي يبدا الفلوق تاعنا. فقنا مع الصباح ترينينا ووصلت ما بين 8 تاع الصباح، الدراري قال لك بيمشيو يعوموا. المهم من بعد ما ترينينا اشنو درنا؟ هزينا الباكتاج تاعنا ودرنا 3 بلاص وشتينا الطريق ومشينا لتيوي اللي بعيد على ورزازات بشي 35 كيلومتر. وهنايا وصلنا، فرشنا لاطونت، درنا الطاجين يطيب. بالنسبة لنا حطيت غير لقطات، حنا يعني الخرجة كانت على غفلة، كاميرا بجوج كانوا يعني ما كانوش مشارجيين. بالنسبة لنا شي لقطات عندك بارك الله. لا الحمارة وفي هاد اللحظة هادي قلنا غادي نمشيو نعومو، وهنا جدينا الطريق مشينا لهاد البلاصة اللي غادي نعومو فيها. نتمنى انه يعجبكم الفيديو،